هاي everybody، والزيوتو دي من شيماء السيد. Grade 1 We will complete Unit 6. Let's remember the zoo، حديقة الحيوانات. كلمنا في الدرس الأولاني Grade 1 على Animals، الحيوانات Like Monkey Tiger Bear Kangaroo, penguin and the elephant. Now we will talk about lesson 2. Lesson 2 more animals. عندنا حيوانات اكتر النهاردة يا سنة اولى. تعالوا نشوف مع بعض. It's beautiful. What is this? Giraffe. زرافة. Giraffe. Repeat after me. Giraffe. زبرا حمار وحشي زبرا جيراف زبرا لايون لايون أسد لايون and سنيك ثعبان لايون repeat after me لايون سنيك شوف الانيمالز تاني زبرا جيراف لايون اند سنيك ذا سنيك ار اون ذا روك اتفقنا في الحصه اللي فاتت جريد 1 ان بلورال ناون تيكس ار بعد الاسم الجمع بناخد ار ذا سنيكس ار اون ذا روك يعني التعابين موجوده على الصخر اون على Snakes are يا ترى نقدر نستخدم كلمة تانية بدل the snakes تعالوا نشوف they today we have a new pronoun دلوقتي عندنا ضمير جديد وهو they كنا بنتكلم قبل كده عن غير العاقل بنشاور عليه ونقول it فاكرين grade 1 it بس بنستخدم it مع singular مع مفرد غير العاقل just one cat it just one snake it but plural nouns we use they لكن مع الاسم الجمع بنستخدم they بقى احنا عندنا ضمير جديد النهاردة يا سنة أولى بدل ما نقول the snakes وهم جمع بنستخدم they the snakes are on the rock يبقى they are on the rock The snakes نشاور عليهم نقول they نشاور على الجمع يا سنة أولى نقول they repeat after me they example number two the giraffes are under the tree الزرافات موجودة فين تحت الشجرة under تحت under the tree تحت الشجرة يا ترى the giraffes ممكن اشيلها احط ضمير ايه يا ترى it or they ها مين فاهم example number one the giraffes جمع يا ميس plural noun اوكي we use they for plural nouns بنشاور على الجمع بنستخدم they ضمير they بنستخدمه مع اسم الجمع بديل للاسم الجمع بدل ما اقول the giraffes are under the tree ممكن اشاور عليهم اقول they are under the tree they are under the tree مهم جدا يا سنة اولى اللي احنا قلناه يبقى the snakes نشاور عليهم نقول ايه they the snakes are they are يبقى احنا نستخدم مع they are لان احنا اتفقنا ان are مع الجمع وزي ضمير بيشاور على الجمع يبقى زي ار زي ار وير اتكلمنا في الحصه اللي فاتت عن وير قلنا وير وي يوز وير تو اسك اباوت ذا بليس نستخدم وير عشان نسال عن المكان وير ار ذا لايونز يا ترى فين الاسود تعالوا نشوف البيكتشر بتاعتي ماشيين تحت الشجر وير ار ذا لايونز يا ترى هنا هنقول اتس ولا ما ينفعش نقول it's lions اسم ايه singular or plural اسم مفرد ولا جمع
plural nouns بنستخدم عشان نشاور على الاسم الجمع they، وthey بيجي معاها ايه سنة أولى؟ they are. they are under that tree. they are under that tree. where are the lions؟ they are. they are under that tree. ليه ما قلناش it's under the tree؟ لأنهم جمع. where is the cat؟ قطة واحدة. قطة واحدة. أين القطة؟ يا ترى هنا يا سنة أولى هنقول it's ولا they are؟ it's ولا they are؟ it's للمفرد وthey are للجمع. يا ترى دي قطة واحدة ولا كذا قطة؟ قطة واحدة. يبقى where is the cat؟ it's. فين هي بقى يا ترى؟ in the bag. in in the bag. it's in the bag. هنا استخدمنا it's لأنها قطة واحدة. The next question. Where are the elephants? Where are the elephants? يا ترى فين الفيلة؟ تعال نكبر الصورة كده ونشوف. موجودين جوه النهر. يا ترى بقى هنبتدي إجابتنا بإتس زي الإكزامبل ده ولا زي أر زي الإكزامبل اللي فوق؟ تعالوا نشوف. يا ترى هما فيل واحد ولا كذا فيل؟ سينجولار أور بلورال؟ تعالوا كده نشوف. ايه دي؟ اس الجمع. بنشاور على الجمع يا سنة أولى نقول ات اور زي. طبعا بنشاور على الجمع ونقول they، وthey بيجي معاها ار. يبقى they are in. they are in the river. هما موجودين جوه النهر. they are in the river. اتمنى يا سنة أولى ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس بتاع النهارده. اهم نقطة فيه كانت إن الضمير المستخدم للإشارة للجمع they يعني هم، وthey بيجي معاها verb to be في صيغته are. they are. they are. دلوقتي نسمع أغنية جميلة جدا عن الأنيمالز. يا رب ننبسط مع بعض. بعد ساعتها نقلد الحيوانات نجيب زي الفيل. يلا نتنطط مع الكانجرو. جامب Big one, jump! Swing, يعني تمرجح مع المونكي. Let's swing with the monkey. يلا نعمل زي البنجوين. Let's swim like the polar bears do.
there. I hope you have fun with us in the zoo. أتمنى أن أنتوا تكونوا انبسطوا معنا في حديقة الحيوانات. Now we finished lesson 2. See you soon with lesson 4. Goodbye. Was with you today, Miss Chaimash said. See you soon.